رجعنا لحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا من بداية الحلقة ان جليتر العيون هو الان دلوقتي او الترند دلوقتي، والغريب بقى ان في كل مناسبة مش بس في الافراح للعرايس، لان البنات حبوه قوي وبقى ملازمهم في كل المناسبات. ايه ده؟ مين اللي اخترعه؟ مين اللي عمله ترند؟ وازاي اصلا بيتعامل؟ وهنعرف معلومات كتير جدا جدا عن جليتر العيون. ميرنا القصيفي وسهى اسامه الجليتر ارتست منورنا النهارده. اهلا ميرنا. اهلا سهى. اهلا بيك. عاملين ايه؟ الحمد لله. طب هبدا بميرنا. ميرنا اديني كده فكره، بقالنا قد ايه في حكايه الجليتر بتاع العينين ده؟ بصي، هو فكره الجليتر عموما موجوده يعني بقالها كتير من زمان، بس هي ما كانتش منتشره، يعني ممكن من السنه اللي فاتت بدات تظهر شويه، بس السنه دي بقى الترند كله الحاجات المطرقعه دي. يعني هي بدات كده بالراحه في الاول السنه اللي فاتت في حفلات، كنا حابين نعمل حاجات مختلفه، بس زي ما تقولي كده فرقعت. أوكي. كل الناس حبت الموضوع. معلوماتنا عن الجليتر من زمان ان كان بيبقى زي جليتر باودر، عارفه اللي هو بيتحط كاي شادو على العينين، جليتر حاجات بسيطه، عارفه اللي هي كانت زمان برضو باودر برضو بتتحط وبتلمع. ايه الفرق ما بين الجليتر زمان ودلوقتي؟ ويا ريت بجوري يفرجنا شويه صور علشان نبقى نتفرج على النوعيه زي ما ميرنا هتحكيها لنا. دلوقتي الجليترز ما عادتش بس باودر، لا دلوقتي بقى في شيبس كتير مختلفه، في الوان طبعا كتير جدا، واحنا كمان مش بنعتمد على الجاهز، احنا بنجيب كولرز مختلفه، بنعمل ميكسز، بنطلع حاجات مختلفة، مش كلها جليتر بس، كمان بنستخدم لولي، بنستخدم ستراس ستونز، حاجات كتير كتير مختلفة علشان تطلع أشكال، مش بس تبقى رسمة جليتر وخلاص. بس فالموضوع كله مين اللي بيعمل جليتر؟ واسمحي لي بقى أروح لسهى. مين اللي بيعمل، يعني مين الكاتيجوري بتاعتكو اللي بتعمل الجليتر من البنات؟ ما هو هقول لك، يعني مثلا البنات ويعتبر كلهم دلوقتي كله يعني كلهم بيعملوا الحوار ده، حتى الصبح زي ما انا بقى الصبح وبالليل وفي كل مكان اصلا. يعني زي ما هي كانت بتقول لك من شويه، هو الموضوع كان مش كانش منتشر قوي، وبعد كده فجاه اتعرف، ولقينا البنات حابه الفكره، مش حاجه على الافراح، مش حاجه على الخطوبه، لا لقينا عايزين حفلات، طب بارتيز، طب هنروح فان داي، طب هنروح نعمل كذا، طب عايزينكم معانا، طب عايزين نعمل جليتر، عايزين نعمل شو، عايزين نفرح وننبسط. فبتلاقي الالوان دي بتخليهم يعني بتحسيهم ان هم اساسا بيبقوا فرحانين قوي بيها، مديلهم باور اصلا في الحفله. ايه اغرب جليتر يا ميرنا؟ يعني اغرب حاجه طلبت منك؟ اغرب حاجه، في ناس بتحب الحاجه الاوفر قوي اصلا اللي شفناهم على الشاشه كانوا بس أوفر. في بقى بتبقى عايزه مثلا السايد ده والسايد ده، وممكن نوصل اغلب الوش ممكن كمان الموضوع ما عادش يعني على الوش بس، هو فول بادي ارت عادي، يعني ممكن فول بادي بالظبط، ممكن في اي مكان. ده انا اقصى حاجه كنت بشوفها زمان اللي هي عارفه تلزق حاجه هنا مناخيرها، بدل ما تعمل ده كانت واحده كده وتبقى تقعدي تبصي عليها ده. دلوقتي بقى في، هو بدا في مصر ولا بدا بره برضو؟ لا هو بادئ من بره طبعا، من بره. بس الموضوع في مصر كمان كان موجود، بس زي ما بقولك ما كانش منتشر تماما. احنا بس ايه نبشنا كده عن الفكره وصنعناها وزي ما انت شايفه انتشرت جدا. طيب عايزين نتكلم الماتيريال اللي بتستخدمي. انت قلت لنا ان في ناس بقوا يحطوا ستونز وبقى بيحطوا حاجات زي كده، ايه الماتيريال؟ يعني بيبقى في لزق معين علشان ده على البشرة طبعا، على وشي هيبقى في جلو على وشي، لزق معين، ستونز معينة، هل بتبقى ورق ولا بتبقى فصوص فعلا، ولا يعني قولي لي الماتيريال ايه؟ انا زي ما قلت لك هي حاجات كتيره قوي. بالنسبه لللزق احنا طبعا بنستخدم امن حاجه متجربه 100 مره، بس طبعا علشان ده وش حاجه امنه جدا على البشره خاصه بالميك اب، فهي الجلو اللي بنستخدمه امن تماما 100%. الماتيريال بقى نفسها كتير جدا، في حاجات شبه الورق شويه بتتثبت برضو بالجلو ده، في زي ورد زي ورد كده بيكون الشيبس بتاعته ورد بيتثبت برضو. ده انت كمان بتستخدمي فرشه وبتستخدمي الله، ده في الوان مع التلوين مع الجليتر برضو بيبقى بجليتر بقى مش كده؟ لازم بس الجليتر الباودر بالظبط، لكن الجليتر الباودر العادي بتاع الميك اب لا
هو مش خاص بالميك اب قوي يعني، هو ضمن الماتيريال اللي بنجيبها، مش بتاع الميك اب. بتاع الميك اب بيبقى حاجه خفيفه قوي. لو غسلتي وشك تحطي عليه حاجه لما بنعمل الميكس. ما احنا عشان كده كنا بنقول عملنا بقى شويه ميكسات بتاع الميك اب. ايوه خفيف. اتفضلي احنا بصوا بقى هنجرب على البنات نفسهم. أيوة. ميرنا هتجرب لنا او مش يعني هتعمل لنا الديمونستريشن ده على سهى. ممكن؟ ايوه اوكي يلا بينا. وطبعا طول ما انت بقى بتشتغلي يا ميرنا هتشرحي لي وتوريني الماتيريال ايه وهتلزقيه ازاي. ايوه هما بيغسلوا وشهم وهما حاطين الجليتر؟ لا ما بيغسلوش، لازم طبعا نشيله اول وبطريقه معينه علشان البشره ما تتحسسش. يعني احنا هنعامله معامله مكياج برضه. بالفيس كلينزر او الفيس ووش، بس يعني لازم ميه وحاجه فاهمه. ما ينفعش طبعا على لكن على الناشف. ما تقدرش مثلا تقعد بيه كذا يوم. لا عادي، هو ثابت. هو ثابت. طبعا مش هتغسل وشها كام يوم. هي بقى هي ومزاجها بقى. ايه بقى احكي لي يا ميرن بتعملي ايه؟ بصي بقى احنا بنحط جلو اول. طبعا الاول بتنضفي الوش على الاخر. طبعا احنا عاملين حسابنا. بنحط الجلو اول. بنسيبه ينشف شويه علشان يكون ستيكي اكتر، يثبت الحاجات اكتر. ده جلو مخصوص لل جلو مخصوص للبشره وللميك اب كمان. هو أوكي. مش بس للحاجات اللي احنا بنعملها. اوكي واحنا ممكن نستخدم جلو للميك اب في ايه؟ ما هو ده كله بيثبت بيه. بترسمي بقى، بنرسم الشيب اللي احنا هنعملها يعني بقى على حسب بقى ايه المطلوب او على حسب اللي انت شايفاه طبعا لايق على وشها او على لفه الطرحه. بتختلف. لكن انت عارفه طبعا احنا ستات وبنات بنحب نفتكس. هل ممكن اخد الجلو بتاع الرموش واروح حاطاه ولازقه بيه ستونز وحاجات زي كده؟ يس وهيلزق معاكي. طبعا في ناس بتعمل كده. وهيطلع بالجلد بقى ولا لا يعني؟ لا ده صحي خالص ولا خالص؟ لا كويس جدا. كويس جدا. ممكن يتشال بايه؟ زي ما قلت لك بفيس ووش وميه او كلينزر عادي. كلينزر العادي بالظبط. او فازلين ممكن برضو تمسح. في ناس بتلزق بفازلين بس ده مش احسن حاجه. هو مش كويس، مش بتثبت اصلا. واحنا بنرسم يعني هي البنت بتحب مثلا لما بيقعدوا يتحركوا كتير ففي حركه، عشان هي اغلبها في حفلات، لو حد في خبطها او حد جه جنبها فكل ده خلاص هو هيتمسح. الفازلين مش احسن حاجه في السبات. هينزل خالص وهيروح كانك ما حطيتيش حاجه اصلا، او كانك حاطه وشك في هايلايتر مثلا. بالظبط. اللي هو نزلتي كده وخلاص وهيقع. طب ميرنا احكي لنا ايه ده؟ ده ايه؟ ده الجليتر الميكس اللي انا قلت لك عليه. شيبس، لو ركزتي هتلاقي شيبس مختلفه، وفي جليتر من الناعم اللي انت كنت بتقولي عليه كمان، اللي هو زي باودر شويه وورق شويه. بالظبط. بقولي ما ندخل زوم ان على وش سهى كده علشان انت مش متخيل جماله من الناحيه اللي انا شايفاه فيها. مش مشكله. اهي بدات تظهر. ها قولي ده ايه؟ دي بقى فصوص مختلفة بقى، بس هي بتكون زي بلاستيك عشان تبقى خفيفة على الوش، ما تكونش ايه، تكوني عارفة لما تبقي حاطة حاجة تقيلة على وشك طبعا دي مش احسن حاجة. فاغلبها بتكون خامتها زي بلاستيك كده. اوكي يا بنات زمان ده كان الحفلات التنكرية والهالوين. أيوة دلوقتي بقى الناس تخرج بيه عادي، مش عارفة هنشوف ايه بعد كده. والناس بتمشي في الشوارع بتحبها يعني، بيبقوا فرحانين انهم عملوا حاجة زي دي. بالظبط. أيوة تلفت النظر وان شكلهم يبقى مختلف. ايوه بالظبط. قولي لي ميرنا، ده الستونز او البلاستيك اللي انت حطاها ده مخصوص للفيس جليتر؟ بصي فيهم حاجات مخصوصه، في حاجات مخصوصه بتكون جايه كمان باللزق بتاعها يعني. بنكون مجهزينها كده ان هي تكون بال. وبتتباع هنا في مصر؟ بتتباع عادي. بتتباع كتير. وفي حاجات احنا بنجهزها بقى يعني، مش بتبقى جاهزه، احنا بنجهزها والبنات بياخدوها كده يعني. لو مش حابه هي تحط في الايفنت اللي هي موجوده فيه. بتاخد وهي تعمله بقى في الوقت اللي هي تحبه. سؤال بقى، مثلا بيبقى عندنا في البيت مثلا عقد لولي مفكوك، اقدر اخد الحبات اللولي دي مثلا والزقها؟ بصي على حسب برضه. لا على حسب اللولي نفسه، ما يبقاش يعني هو لازم يبقى مسطح. لازم يبقى بالظبط علشان يعرف يتحط. ولو طبعا لو كبير قوي هيبقى شكله مش حلو، شكله صعب وهيبقى مضر. بالظبط. سهى انت مش في موقف دلوقتي تقولي كبير قوي، لان انا عايزه اقول لك مش عارفه انا هحط لك ايه.
انا مش عارفه حطيتي ايه فصوص اللي هي لقد كده، بس هي دي بتاعتك صح؟ انا عايزه اقول لك بقى ان الفصوص دي اكتر حاجه بتطلب الشكل ده بالذات، يعني شايفي هو احنا بنوريكي اكتر شيء بجد بيطلب مننا اكتر حاجه بتطلب معانا الشكل ده، لان احنا بنسيب كل واحد يعني في ميرميد شويه بتدي الوان كده مختلفه، فهم بصي بصي بتعمل الوان ده الريفليكشن بتاعها الازرق والبينك والاخضر. أيوة بالظبط، فدي اكتر حاجه بتتحب يعني. بس واو، تحبي اعمل لك حاجه تانية؟ طيب بس احنا وصلنا دلوقتي اللي هو حوالين العينين. حوالين العين ماشي، ممكن تكملي لي عشان اشوف اكيد معاكي حاجات مختلفه. فعشان نشوف نوعيات مختلفه قبل ما نقوم سهى ترجع تاني تقعد، اعملي لي العين التانيه حاجه مختلفه. طيب اوكي. انت انا عارفه ان هم بيعملوا عين واحده صح؟ لا ما عاده لك عاده يعني دي اكتر حاجه معروفه الناحيه واحده بس. أوكي. يعني اللي هو الشيب اللي زي الارك ده من اول هنا لهنا. بس بقى في ناس زي ما انا قلت لك بتحب فرفوشه جدا، فبتعمل في كذا مكان، ممكن هنا وهنا الاثنين زي ما احنا هنعمل في صوره دلوقتي. اوكي. عايز اسالك سؤال تجاوبيني بصراحه. أوكي. هو في عرايس بيعملوا كده في ليله الفرح؟ جدا مش متخيله. العروسه بتبقى عايزه تبقى شكلها طبيعي وشكلها يعني كلاسيك. لا عايزه حاجات متنوعه، عايزه تفرح وعايزه تتبسط بالحاجات دي، فالحاجات دي بتبقى خلاص كل الترند اللي طالع الحاجات المطرقعه، ما حدش بيعمل حاجات. ده بيبقى ميني ويدنج، بيبقى اللي هم الافراح الصغننه ولا خالص. في الويدنجز العاديه؟ في الويدنجز العاديه جدا. طيب خلاص بصي، الزقي واحده بس لان احنا خلاص وقتنا خلص، بس عايزه اشوف حاجه مختلفه يعني. الزقي واحده بس اهو، معلش يا سهى. تمام. اه وانت بتلزقي بقى، قولي لنا ده ايه الغريب اللي هتلزقيه لنا؟ دي بقى حاجه غير الفصوص والحاجات. بصي واو، حاجه دي زي شيبس كده، بس دي بقى ايه اسمها ايه؟ بصي عادي، هي ما هي شيب كده شبه الريش شويه. بصي بس اكريليك او حاجه؟ لا لا، برضو بلاستيك خفيف خالص. جليتر تاتو كمان فيه؟ جليتر تاتو بقى دي كانت اختراعنا. اختراع كنتوا؟ ايوه. مش اعمل لك لسه؟ مش عملتها للاسف للاسف. طيب ورينا وشك بقى كده يا سهى اهو. انت تطلع من هنا على الهالوين على طول. ايوه هطلع هالوين في اكتوبر، احنا هنبداه في اغسطس عادي. بس بجد مخليكي شكلك قمر، مخلي فيه بهجه اساسا قوي قوي كمان طبعا. بجد بجد ميرنا وسهى بشكركم، شكرا جزيلا. دايما البنات بتوعنا كده بيعملوا حركات وبيعملوا ترندات. بشكركم على الديمو اللي وريته لنا النهارده. واوعوا تفتكروا ان احنا خلصنا، لا احنا لسه عندنا فقره تانية، والفقره اللي جايه بقى الاخيره هي الحنه. تصدقوا مين اللي هيبقى موديل الحنه؟ انا موديل الحنه بعد الفاصل.